ايه السبب ان ناس كتير ايمانهم وعشرتهم مع الرب سطحية؟ السبب هو ان الخضوع لله إليه، الخضوع لله مكسور. لانه هو يعني ايه عمق العشرة؟ عمق العشرة يعني عمق الامتلاء بالله، عمق العشرة يعني عمق الاتحاد بالله، عمق الوحدة معاه، عمق حضوره ان هو حاضر جواي. ازاي هو يقدر يلاقي فرصته ان يبقى حاضر في كياني وانا مش خاضع ليه، مش محطوط تحتيه؟ خضوع لله متعطل، وتعطل الخضوع لله معطل الله عن انه يسكب نفسه، يملاني بحضوره، يفيد فيه. خضوع لله زي ما انا قادر افهمه من وصف الانجيل لعلاقة المسيح بالآب، هو ان انا شخص يعني من كل كياني باصص على مشيئة الآب اللي جوه كياني، والعهد العميق اللي اديته نفسي بيقول ان افعل مشيئتك يا الهي. سررت، اخترت وقررت من كل قلبي ووضعت نفسي في هذا ان انا اعمل مشيئة بلا تردد وبلا تراجع للوراء، ومستقر في السكون في مشيئته. يجي الانسان ويقول انا ربنا هخضع عليك وحسلم ليك، وبعدين يجي موقف يلاقي انه يعني ما يصحش السكوت بقى في الوقت ده، لازم يعملها بدراعه. يعني هو كان مسلمها للرب، بس المره دي لازم ايه؟ يعمل حاجه بدراعه. خضوع مال الله يا احبائي معناه ان انا باصص على مشيئة انت عايز ايه يا رب، وساكن في هذه المشيئة. ساكن يعني ايه؟ يعني مطمئن مستريح. كلمة سكون أكبر من كلمة مطمئن مستريح، خد بالك. السكون معناه حالة عميقة جدا من الاستقرار في الله، في المشيئة. تهب الرياح، تهب. خضوع لله يا أحبائي اختيار، اخترت ان انا اعمل مشيئتك يا رب واثق فيها. وان هذا الاختيار بدا ينضج الى درجه الاستقرار. وانت عارف ايه اللي بيحصل لما بتخضع لله؟ انت لما بتخضع لله بتشخص فيه، ما بتبصش حواليك. يعني انسانك الداخلي، مش عينك الحسيه بس، انسانك الداخلي بيبقى شاخص فيه، فبتبقى شاخص في النور. فالنور الابدي اللي هو الله نفسه بيحصل ايه؟ بيدخل جواك، بيشع جواك، فتبتدي انت تتشبع من النور وتتشبع من حضور الله وتمتلئ من روح القدس. لما تيجي تبص حواليك هتبص تلاقي الشرير عامل لك القلق والاضطراب والمخاوف، نفس اللي بيحصل لما تبص للنور بيحصل لما تبص للشرير، ان الظلمه بتبتدي تخش جواك. يعني بص جواك كده تلاقي نفسك ايه؟ مضطربه، منزعجه، او مش مرتاح، زي يكون امواج بتحرك بتلعب بالمركب فيها، مش مستقرة شوية. يعني تقعد تصلي كده تستريح وتستهدى وتقول خلاص أنا هثق في الله، أؤمن بيه، هخضع ليه، وشويتين تبتدي تشغل عقلك. ما هو العقل يا أحبائي ما هواش خاضع لله دايما، لأن العقل عبارة عن تكوين اجتماعي ليس دائما خاضع لله. فبعد أنت ما تقول خلاص أنا هخضع لله وأسلم أموري ليه، تبتدي تشغل إيه؟ العقل، وتسمع أصوات العقل، تتحرك برا العقل، فتبتدي ترتبك وتضطرب شوية كده شوية كده، فالنفس تبقى مش مرتاحة. نمرة اتنين، ما بتحصلش المواعيد، ما بتحققش. ليه؟ لأن انتظارك غير مقدس، بيروح منه الإيمان، وطاعتك ليه طاعة غير أمينة. فالانتظار غير مقدس والطاعة غير أمينة، فذراع الله بيعوقها عن أن تحقق أنها تعمل اللي نفسها فيه. بيعوقها إيه؟ الإنسان، لأنه إذا تعطل الإيمان يبطل الوعد، فمش عارف تاخد الله عايز يديهولك، ومش عارف تشبع من حضور الله، ومش عارف ترتوي من الحضور الإلهي. الفرح يا إلهي يا أحبائي، أقول لكم بنعمة رب في هذه الليلة، الله هو الحقيقة، وكلمة الله هي الحقيقة، وكل ما هو من العقل فالص. الله هو الأبدي، وكل ما هو من العالم ومن الذهن زائل. اختار أن تضع كنزك حيث لا يفسد سوس ولا صدأ.
وحيث لا ينقب السارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. اختار أن تخضع لله بأمانة وتنتظر بقداسة، واختار أن تسكن في مشيئته وتثبت قلبك وعينك وإرادتك في انتظاره، في الخضوع ليه، في النظر لمشيئته، وتقول مع الرب يسوع أن أصنع مشيئتك يا إلهي سرر. هتمتلئ من حضور الله، وتمتلئ من حياة الله، وتمتلئ من محبة الله، وتمتلئ من فرح الروح القدس، وتفيض الحياة فيك، والحياة تملاك، والحياة تطلع منك وتفيض على غيرك، والنعمة تفيض على غيرك، والله يعرف يلاقي الفرصة المتاحة إنه يحقق موعده معك. الرب يدينا عهود جديدة وطاعة جديدة وخضوع أمين وكامل ليه كالمسيح يسوع له كل مجد إلى الأبد. آمين. إذا أردت أن تساعد في استمرار هذه الخدمة يمكنك أن تدعمنا عن طريق إرسال شيك على صندوق بريد 122 المقطم، أو التبرع عبر الإنترنت من خلال الروابط أسفل الفيديو.